سلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته. أضواء على الأحداث لهذا اليوم أبدأها من مصر، حيث قالت هيئة قناة السويس إن أعمال الشد بالقاطرات لتعويم السفينة الجانحة ستستمر في توقيتات تتلائم مع المد والجزر واتجاه الرياح. وأضافت الهيئة في بيان أنه تم رفع حوالي 7000 متر مكعب من الرمال حتى عمق 18 مترا. وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع لوسائل أعلام مصرية إن السيسي أمر بالاستعداد لسيناريو تخفيف أحمال السفينة الجانحة في القناة. على صعيد آخر، قالت مصادر مطلعة لوسائل أعلام مصرية إن سائق القطار الذي اصطدم بقطار آخر من الخلف كان ترك لمساعده استكمال الرحلة. وأضافت المصادر أن المساعد لم يتمكن من التعامل مع مفاجأة وجود القطار الآخر أمامه، فقام بإلقاء نفسه ثم سلم نفسه للسلطات بعد ساعات من الحادث، واعترف بتفاصيل سيعلن عنها النائب العام فور انتهاء التحقيقات. مشاهدينا، للمزيد ارحب بضيفي عبر سكايب من اسطنبول دكتور أسامة رشدي، عضو المجلس القومي السابق لمجلس حقوق الإنسان في مصر. كما ارحب بضيفي عبر سكايب من القاهرة سيد مجدي شندي، الكاتب والإعلامي. لو بدأت معك سيد مجدي شندي، كيف يبدو المشهد في قناة السويس الآن، ولماذا تبخرت الآمال بتعويم السفينة الجانحة قريبا؟ يعني هو منذ البداية كان هناك تصور أن هذه مسألة صعبة وقد وقتا طويلا، ولم تحدد هيئة قناة السويس رغم ما يتوفر لديها من إمكانيات فنية ومعدات، لم تحدد وقتا لتعويم السفينة، إذ أن المسألة يعني قد تأخذ وقتا لحين ذلك. لكن بالأمس ظهرت بوادر انفراج لبدء يعني تحرك السفينة، وتواصل يعني الحفارات وتواصل المعدات عملها ليلا ونهارا لحل هذه الأزمة التي تكبد الاقتصاد المصري ما يتراوح بين 13 و14 مليون دولار يوميا، كما تكبد الاقتصاد العالمي خسائر كبيرة جدا. وبالتأكيد يعني هذا هو الحادث الأول من نوعه منذ عقود، ويعني نتمنى أن تفلح كل الجهود المبذولة في وضع حد لهذه الأزمة. طيب دكتور أسامة رشدي، يعني رئيس هيئة قناة السويس بالأمس قال بأنه لا يمكن إعطاء وقت محدد لحل مشكلة هذه السفينة، والسلطات باتت تتحدث عن احتمالية تفريغ حمولة السفينة أو تخفيف على الأقل حمولتها، في حين أن الخبراء يرون بأن هذا إجراء سيأخذ وقتا طويلا. لماذا يبدو وكأن هناك تخبط وعجز في التعاطي مع مشكلة السفينة؟ تحياتي لحضرتك وضيفك والمشاهدين الكرام جميعا. هو في عجز، طبعا عجز شديد بيتبدى في الأزمات وفي الكوارث وفي إجراءات الأمن والسلامة. تجد أنت الدول الكبرى عندما تخطط لأي مشروع، أكبر ما يتم الاهتمام به هو قضية الأمن والسلامة. بيفترض أنها تحصل كوارث وبيعمل سيناريوهات الحلول لها. إنما يبقى عندك مؤسسة يعني قناة كبيرة شريان حياة للعالم بيمر فيها 12% من تجارة العالم، وليس لديك الأدوات المناسبة. كذلك أنت ضحكت على الناس الآن لأن فهمتهم أن عمق القناة دي 24 متر، ثم اتضح أن الـ 24 متر دي هي الجزء الأوسط نصف القناة، إنما الباقي كله أعمق من 2 ل 5 متر، فضيحة. وبالتالي هذا سيكون له تأثير للأسف طويل الأبد، يتعلق برفع المخاطر، مخاطر رغم أن كانت القناة دي يوما ما من أكثر الممرات المائية أمانا، الآن سترتفع نسبة المخاطر، والتأمين الذي سيفرض على السفن المارة من قناة السويس
لأن العالم بدأ يفقد الثقة في البيانات التي يقدمها النظام المصري عن المواصفات المتعلقة بالقناة، واللي بتسمح للسفن الكبرى أن هي تمر بسلامة وبأمان. وبالتالي ده بيعيدنا أيضا لمشروع المتعلق بالتفريعة اللي عملها السيسي، اللي أنفق عليها 8 مليار دولار، واللي هي لم تأتي بأي عائد يذكر وليس لها أي نتيجة حقيقية. نعم. بدليل أن احنا الآن لما مدخل القناة على الكيلو 51 زي ما بيقولوا وقف، كله وقف في الاتجاهين. نعم. طيب. للأسف. فكان الأولى التعميق والتوسيع من إنشاء تفريعات أخرى، لكن هذا النظام بما أنه يعمل بالبركة بدون دراسات جدوى، طبعا دي مش بركة يعني، إنما بالشغل المجاملة والتليفونات، واعمل خلاص ابدأ احفر عن ناشف، ولا هو فاهم الناشف ايه ولا المبلول ايه، جهل سيد الموقف، وهو الذي وضع مصر طيب. الآن كأضحكة في العالم كله للأسف. طيب السيد مجدي شندي، ألم يكن بالفعل يعني دولة بحجم مصر ولديها أهم مر مائي في العالم وليس لديها المعدات اللازمة أو الكافية للتعامل مع حالات الطوارئ مثل هذه، أليس يعني غريبا هذا؟ ألم يكن الأولى إنفاق الأموال على توفير مثل هذه المعدات؟ أولا ليست المسألة يعني تتعلق بشهوة انتقاد للسلطات المصرية. معروف أن مرفق قناة السويس واحد من المرافق الناجحة والمنضبطة في مصر منذ تأميم القناة عام 1956 وحتى هذه اللحظة، وأن المرشدين فيها يعملون بكفاءة بالغة ويمثلون خبرات عالمية. ثانيا، هذا حدث استثنائي، أنا قلت على مدى عشرات السنوات لم يحدث حادث مثل هذا، ويعني الخطأ خطأ ربان السفينة هو في الغالب المتسبب فيه، وليس خطأ المرشدين ولا خطأ إدارة القناة. ثالثا، مصر يعني تفتح ذراعيها لكل مساعدة دولية، حينما أعلن الأمريكان أن بإمكانهم حل الأزمة قيل لهم أهلا وسهلا تفضلوا. ليس مصر تستعين بكل من يقدم أفكارا ومن يقدم مقترحات ومن لديه رغبة في المساعدة بمعدات، وبالتالي ليست المسألة إلقاء للوم على إدارة قناة السويس ولا على مصر، يعني هذا نوع من الاصطياد في الماء العاكر. لنشاهد تاريخ قناة السويس وكونها الممر المائي الأكثر أمانا في العالم والأكثر انضباطا في العالم، والحوادث يعني قياسا بالممرات المائية الأخرى، ولا نهمل يعني طبيعة الظروف الجوية التي أدت إلى جنوح هذه السفينة. ولكن ليس فقط الولايات المتحدة سيد مجدي، ليس فقط الولايات المتحدة، أيضا تركيا عرضت تقديم المساعدة وهي قريبة بالنسبة لمصر، لماذا لم يقل لها أهلا وسهلا؟ يعني أنا لست مطلعا على تفاصيل الاتصالات التي تمت، ولكن الدول التي تعرض المساعدة لا تعرضها من قبيل الشو أو الاستعراض الإعلامي، وهذا أمر يقام على تواصل ما بين السلطات التي ترغب في المساعدة والسلطات المصرية. ليس لدي معلومة إذا كان هذا التصريح الإعلامي قد تحول إلى واقع، وأن هناك تواصلا بين المسؤولين في البلدين لتقديم هذه المساعدة من عدمه، لكن طيب. مصر أعلنت بشكل عام أنها تقبل المساعدة لحل الأزمة من جميع دول العالم، وليس لديها أي حساسية في التدخل، لكن طيب. إذا كانت المساعدة بمعدة معينة موجود مشابه لها لدى مصر أو لدى هيئة قناة السويس،
فطبيعي أنه ستقول مصر أن لدينا مثل هذه المعدة، وهي تحاول وأننا نبذل أقصى ما نستطيع لحل هذه الأزمة. طيب دكتور أسامة رشدي، بالأمس رئيس هيئة قناة السويس قال بأنه الرياح ليست العامل الأساسي فيما جرى من جنوح للسفينة، وإنما قد يكون هناك عامل بشري أيضا. إلى أي مدى هذا يعتبر تمهيدا ربما لإلقاء التهم ولتقديم ربما قرابين أو أكباش بشرية لتحمل المسؤولية؟ شوف، هو هذا النظام عمره ما اعترف بالمسؤولية عن أي شيء. جيب لي حادث الطيارة الروسية اللي هي اتفجرت في الجو، جيب لي الطيارة المصرية اللي هي وقعت بعد ما رجعت من باريس بعد ما كانوا هلكوها 24 ساعة متواصلة وهي تعمل بدون صيانة، وأثبتت التقارير مسؤوليتهم عن الحادث. لكن هذا النظام يمارس سياسة الهروب للأمام والإنكار، والقصة مش شهوة معارضة، القصة أن أنت لازم تكون جدير بالمسؤولية وتتحملها. لماذا لم يعيد الروس حتى الآن السياحة إلى مصر والطيران إلى مصر لغاية الآن، رغم كل المحاولات والإغراءات والعقود التي بذلت؟ لأن حتى الآن لابد أن أنت تتحمل المسؤولية، تطلع من أول لحظة عندما يتبين لك الخطأ تقول نحن أخطأنا. من الذي يسمح لسفينة ضخمة بالعبور في ظل أحوال جوية سيئة؟ هم مش عارفين الأحوال الجوية، ده إذا ما كانش اللي بيدير القناة بيعرف كل يوم وكل لحظة وكل ساعة مطلع على تقلبات الطقس، يبقى دي مسؤوليته، ده خطأ جسيم. ومع ذلك هناك شركات تأمين كبرى ستتولى التحقيق، لأن الخسائر ضخمة، الخسائر فاتورة كبيرة، وفي صندوق أسود في السفينة، وفي تحقيقات كبيرة ستتم، لأن الخسائر كما قلت هي بالملايين وربما بالمليارات، لأن شركات تأمين ستتحمل خسارات كل السفن اللي هي تعرضت للتعطيل وللخسارة الوقت وتلف بضائعها أو ما إلى ذلك. القصة ستكون لها تداعيات، لكن نحن نتكلم عن الآن. أنا على سبيل المثال حضرتك طرحت أن تركيا لديها سفينة متخصصة في هذا، وقالوا أنها جاهزة للتحرك، والأمر قد يستغرق ساعات في وصول مصر. لكن القصة قصة السياسة والعناد ومعزة ولو طارت زي ما بيقولوا إخواننا الجزائريين، هي دي القصة اللي احنا عايشين فيها في مصر الآن. قصة طيب. انعدام إجراءات الأمن والسلامة، القطارات عمالة تضرب في بعض، والراجل بيقول له اديني 10 مليار جنيه أعمل أنظمة إلكترونية للأمان، يقول له لا أنا أستثمرهم وأطلع مليار كل سنة منهم. هو الراجل غير معني، غير معني بأرواح الناس ومعني. طيب هذه قضية هامة دكتور أسامة، هذه قضية هامة سيد مجدي شندي. في فاجعة قطار سوهاج وكان هناك يعني حوادث أخرى مشابهة عدة لتصادم قطارات، اليوم بدأ الإعلام المصري يتحدث عن تسريبات بأنه سائق القطار هو المسؤول. إلى أي مدى هذا الحديث، وأيضا حديث رئيس هيئة قناة السويس عن مسؤولية عامل بشري عما جرى، هو محاولات لإلقاء اللوم والتهم على الحلقة الأضعف، عوضا عن النظر إلى أصل المشكلة وهو البنية التحتية المهترئة في مصر، والكل يعلم هذا؟ يعني خلينا بس قبل ما نقفل النقاش حوالين مسألة جنوح الناقلة، أولا الشركة المالكة للناقلة هي قدمت اعتذار، ومصر هي التي ستحصل على تعويض بدليل أن قبطان السفينة هو من لديه الخطأ. وأظن أن يعني مرفق حيوي للعالم كله مثل مرفق قناة السويس أود
أن نخرجه من سياق يعني النقد السياسي. هذا ليس أمر يضر بالسلطة وحدها، وإنما هو أمر يضر بالمصريين جميعا، وبالتالي التهليل له وإلقاء اللوم على مصر وعدم انتظار نتائج التحقيقات التي قد تعود بتعويضات كبيرة لمصر جراء جنوح هذه الناقلة، يعني ده شيء مهم. الناقلة سبق وأن عبرت قناة السويس بأمان في أوقات سابقة، والمشكلة ليست في مرفق القناة وإنما في خطأ بشري طيب، أدى اتضحت إلى الفكرة. هذا دعنا ننتقل الجنون. إلى القطارات سيد مجدي. فيما يتعلق بالقطارات، يعني من الضروري جدا لتلافي الحوادث اللاحقة أو لسد أسباب القصور أن نصل إلى النتائج الحقيقية للتحقيق. حينما يتضح أن سائق القطار لم يكن موجودا وأنه ترك الأمر لمساعده وأن مساعده لم يلتقط الاتصالات التي تدعوه إلى التوقف ولم يستطع التصرف حينما فوجئ بالقطار أمامه، نقول أن هذا يعني يحمل المسؤولية للصغار أو يبحث عن أكباش فداء. يعني قل لي كيف سنمنع الحوادث اللاحقة إن لم نضع اليد على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث. من الإنصاف أن يتحمل كل مسؤول مسؤوليته. سائق نعم، القطار ليس مسؤولا صغيرا، هو يتحمل مسؤولية آلاف الأرواح التي تستقل هذا القطار، وبالتالي هو مسؤول مسؤولية كاملة. وهذا لا يعفي وزارة النقل ولا إدارة هيئة السكك الحديدية من طيب، المسؤولية السياسية عما حدث، ولا عن الأرواح، أرواح الذين استشهدوا، ولا عن إصابات الذين أصيبوا. طيب دكتور أسامة رشدي، على الرغم من يعني توالي الكوارث والأزمات في مصر، نحن نتحدث عن فاجعة في حادث القطارات وعن انهيار مبنى في القاهرة وأيضا تعطل قناة السويس لأيام، وهذا يضر ليس فقط بمصر وإنما بالعالم أجمع. واليوم هناك حديث حول العالم عن ممرات مائية بديلة عن قناة السويس. في خضم كل هذا نلحظ غياب السيسي عن المشهد الذي عودنا على الظهور باستمرار رغم ضخامة الكوارث، لماذا برأيك؟ ابتداء بس يؤسفني اللي بيتكلموا على خطأ السواقين بتوع القطارات، هم مش فاهمين الموضوع اللي بيتكلموا فيه، لأن العالم الآن فيه أنظمة إلكترونية يا أستاذ مجدي. هي خط المترو في لندن بيتقاطر فيه بمعدل دقيقة ما بين المترو والمترو، ومع ذلك ما بيضربوش في بعض. ليه؟ لأن إذا البشر ما عرفوش يسيطروا، الأجهزة هي لوحديها كده عن طريق الأنظمة الإلكترونية اللي تتركب فيها، اللي السيسي رفض إنه يركبها، قال لك لا أنا أحط الفلوس في البنك وأطلع بيها، أطلع بيها فايدة. وطبعا هيرمي، بياخد مليار في السنة فايدة، مثلا 10 مليار. الناس دي ماتت هيرمي لها كام يعني؟ 2 3 مليون 5 مليون؟ إنما هذه ناس لا تفهم قيمة الحياة البشرية. بيعتبروا المصريين وخاصة الصعايدة مواطنين من درجة العشرة. ولذلك اوعى تتكلم الكلام ده، لان الكلام بتاع حضرتك ده غير علمي وغير منطقي. العالم كله الان بقى فيه تكنولوجي، بقى فيه وسائل اتصال لامان الشبكة ككل، حتى لو السائق نام القطار هيقف. انما احنا نتكلم بهذا الكلام في واحنا الان في القرن ال21 اللي فيه السيارات الان اللي هتمشي في الشوارع بدون سائق، واللي فيه طيارات بتمشي على البايلوت بتعمل طيران آلي، واللي فيه العالم كله الان بدأ يتحرك بوسائل التواصل الحديث. لا، هذا الكلام غير مقبول، هناك تقصير ومتعمد في استهانة بأرواح المصريين. اما موضوع قناة السويس فطبعا هو كانت لان ما فيش دراسات جدوى زي ما السيسي قال انا ما بدرسش المشروعات،
هو لو كان درس ما كانش حط 8 مليار في قناة تتضاءل أهميتها مع الوقت للأسف، لأن في طرق ملاحة بديلة، وكلكم عارفين الآن طريق الحرير بتاع خطوط السكك الحديدية الجديدة اللي بدأت تسير بين الصين وأوروبا، وخطوط الملاحة اللي بدأت تفتح في روسيا نتيجة الانهيارات الجليدية، وهبوط أسعار البترول بتشجع على شكرا العودة إلى طريق رأس الرجاء الصالح. الحقيقة ستتضاءل الأهمية القناة للأسف، وكذلك الخطوط اللي بتتعمل الآن في إسرائيل للأسف بمساعدة الإمارات والسعودية أن يعملوا خط إيلات أشدود. كل هذه الأمور للأسف بتجعل القيمة المستقبلية لقناة السويس تتضاءل للأسف. وفي كورونا شفنا تخفيض 75% من رسوم العبور لتشجيع السفن. كل هذا الحقيقة يخفض من مدخولات مصر، وكل هذا كان ينبغي أن يكون في دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع التفريع الفارغة اللي عملها السيسي ودفع عليها 8 مليار. شكرا لك دكتور أسامة رشدي، عضو المجلس القومي السابق لمجلس حقوق الإنسان في مصر، كنت معي عبر سكايب من اسطنبول. كما أشكر سيد مجدي شندي الكاتب والإعلامي، كان معي عبر سكايب من القاهرة.